متابعي طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تكون درجة الحرارة 12 درجة مئوية، الملموسة 11، الرطوبة 50%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد الجمعة بإذن الله. طقس مستقر في عموم المناطق، إربد 23 إلى 11، المفرق 24 إلى 11، جرش 22 إلى 10، عجلون 21 إلى 10. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 24 إلى 13، الزرقاء 24 إلى 12، عمان 20 إلى 12، مأدبة 23 إلى 12، أما البحر الميت 30 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، نبدأ بالكرك 20 إلى 12، الطفيلة 22 إلى 14، الشوبك 20 إلى 13، معان 23 إلى 14، العقبة 30 إلى 22. أما المنطقة الشرقية، أرويش 28 إلى 12، الصفاوي 26 إلى 11، أما الأزرق 28 إلى 13. عفوا، إلى اللقاء.